تقومين بعمل رائع يا عزيزتي. هلا تفتحي الباب؟ سأراقب ماريا. بالتأكيد حبيبتي، سأعود في الحال. مرحبا، بما أساعدك؟ هل أنا هنا؟ يجب أن أتكلم معها. أجل، لحظة واحدة. المعذرة، من تكون؟ الأمر معقد، يجب حقا أن أتحدث معها. هل هي هنا؟ أعرف أنها لا تعمل اليوم. لحظة، كيف تعرف هذا؟ أخبرني من أنت؟ عزيزي، من؟ هكتور؟ ماذا تفعل هنا؟ يجب أن نتحدث، الأمر عاجل. تتحدث عن ماذا؟ أنا، ماذا يحدث؟ لا تقلق أبداً. لا، يجب أن نخبرها، لا يمكنني فعل هذا أكثر. اسمع، أنا وآنا في علاقة منذ مدة طويلة جداً. ما هذا؟ عزيزي، لا تستمع إلي، أحتاج لبضعة دقائق فقط. حسناً؟ هكتور، لنتكلم في خارج، في الحال. لا، يجب أن يعرف، لأن الحقيقة هي أنني والد ماريا. ما الذي تقوله أنت؟ ماريا ابنتي، لقد ربيتها طوال حياتها. أعرف أن هذا ليس سهلاً، ولكن لدي إثبات. انظر، ها هو فحص الدم. هذا غير ممكن. أنت والدها حقا؟ أجل، لقد ظننت هذا دائما، والآن لدي إثبات. هذا مدهش فعلا. انتظرني في السيارة، سآتي على الفور. كيف أمكنك فعل هذا لأكتشف أن الطفلة التي أربيها ليست ابنتي؟ لم أكن أعرف أن ماريا ليست ابنتك. وماذا علي أن أفعل الآن؟ فقط أتوقف عن كوني والدها؟ لا أستطيع، فأنا أحبها كثيرا. اسمعي، سنجد طريقة لحل هذا. أنا آسفة، ولكن بما أنني أعرف الآن أنه والدها، يجب أن أخذها إليه، فأنت الآن لست من دمها أبدا، ليست ابنتك. ماذا؟ لا، أن تكون أبا ليس فقط بصلة الدم، بل من خلال الحب. ما زلت أريد أن أكون والدها. أنا آسفة، ولكن يجب أن أخذها، يجب أن تكون مع والدها الحقيقي. أمي، ما الذي يحصل هنا؟ أوه، لا شيء يا عزيزتي، أنا وأنت يجب أن نذهب الآن. حسناً؟ هل سيأتي أبي معنا؟ أنا لا أريد الذهاب بدونه. لا عزيزتي، سنذهب أنا وأنت. حسناً، هيا سنعود لاحقاً من أجل أغراضك. حسناً؟ موافقة. جورج لا يصدق ما حصل، يجلس يبكي على الأرض حين تأخذ أن ماريا في العيش مع هكتور، وبسرعة تنسى أمر جورج وتبدأ بالاستمتاع بحياتها، وهي سعيدة جداً لماريا لتكون مع والدها الحقيقي. ولكن بمرور الوقت تعرف أن هكتور لا يحب ماريا أو يعتني بها كما فعل جورج، وتسوء الأمور في النهاية، حيث لا يريد تحمل مسؤوليتها ومسؤولية الأبوة، لذا يطردهما. فتقرر العودة إلى جورج ومحاولة إصلاح الأمور.
لقد اشتقت إليك. أوه عزيزتي، وأنا اشتقت لك أيضا، اشتقت لك كثيرا. اسمعي، هل تدخلين حتى أتحدث مع أمك؟ هيا. حسنا. مرحبا جورج، أردت أن أقول لك أنني آسفة على كل شيء. لم يكن علي أن أخذ ماريا منك وبهذه الطريقة البشعة. إذن أين هيكتور؟ لقد طردنا، لم يكن مستعدا ليكون أبا، وأنا أدركت أن الأبوة ليست بالدم فقط، بل إنها الحب. هل بإمكانك أن تغفر لي؟ لا أظن أنه بإمكاننا أن نكون معا مرة أخرى، لكن هذا لا يعني أنني لن أكون والدا لماريا. أبي، هل تريد أن تلون معي؟ أجل بالطبع يا عزيزتي، هذا من دواعي سروري.